مرحبا، حاب أسلم على كل جمهوري بالعراق وقول لهم أنه انطروني برأس السنة هالمرة ببابل. مبسوطة كتير أني رح كون موجودة ببابل لأول مرة بقاعة نورسين. كونوا كتار، بحبكم كتير كتير. نور عرق سبس. لازم تعود معانا الله وترد أحلى من الأول. تسألني وشلوني من دونك. عوائلنا الكريمة، إن شاء الله رح ننتظركم في عيد رأس السنة يوم 31/12/2018 في بابل على قاعة نورسين. أخوكم الفنان أحمد عبد السلام. من قبل ما ترحل. مساء الخير حبايب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ انتظروني إن شاء الله بعيد رأس السنة 31/12 في بابل في قاعة نورسين الحلة شارع الكورنيش مقابل فندق بابل. أصدقائي اللي أحبهم جمهور الكريم، انتظرونا بحفل رأس السنة إن شاء الله بقاعة نورسين بالحلة شارع الكورنيش مقابل فندق بابل.